قصف بالطيران المروحي على مدينة كفر زيتا بريف حماة شمالي. قصف بالطيران المروحي على مدينة كفر زيتا بريف حماة شمالي والدخان تصاعد. 2/10/2014. قصف بالطيران المروحي على مدينة كفر زيتا بريف حماة شمالي والدخان تصاعد. 2/10/2014. ولا تزال الطائرة المروحية في الأجواء. لا تزال الطائرة المروحية في أجواء مدينة كفر زيتا بريف حماة شمالي.